هذا وعدت بلطية الجزائر بفوز ثمين من تاج ناند بعدما أطاح بالدفاع المحلي بملعب هذا الأخير بهدف دون مقابل من توقيع المهاجم هشام نقاش في الدقيقة 7 من عمر المباراة. فوز ثمين تصالح من خلاله أشبال المدرب كازوني مع الأنصار بعد النتائج الأخيرة التي كانت سلبية في البطولة والكأس الأفريقية. سفيان بوعون. حاولنا نسجلوا، دخلنا من اليمين، دخلنا من الاطراف، دخلنا من اليسار، حاولنا نسدوا، ربحنا كرات ثابته لكن ما جسمناش، جاتنا الفرص المفروض نسجلوها في مناسبات كما هذه، ما سجلناش الاهداف. هذيك هي كره القدم، وكنت نحكي مع مدرب المولديه قال لي احنا ما لعبناش وانتصرنا، نقول له انا مبروك عليكم بالطبيعه ما لعبتوش وانتصرت.